صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح لحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد، معاكم من 8 ل 10 إن شاء الله بموضوعات مختلفة ومتنوعة. لكن في الأول بصبح على فروح. صباح الخير يا فرح. صباح الفل يا رشا، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني. انت كمان؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يا صباح الفل والسعاده، ولنا صباح كل حاجه حلوه على حضراتكم وعلى بلدنا الجميله مصر. يا رب يبقى يوم شايل لنا كل الخير كده ان شاء الله يا رب. عندنا مواضيع كتيره قوي طبعا هنتكلم فيها، بس هنبدا عن ايه بقى؟ هنتكلم عن ايه؟ حديث الساعه. بصي، حديث الساعه دلوقتي طبعا الناس كلها صحيا قلقانه، فحديث الساعه دلوقتي عن، يعني احنا لسه يا ربي ما خلصناش من كورونا كوفيد 19، ابتدى بقى الكلام عن مرض ابتدى يظهر بشكل كبير اسمه الفطر الاسود. اللي كان متابع حلقتنا امبارح عارف اعراض الفطر الاسود ايه، ازاي نقدر نتعامل معاه. مفاجاه بقى النهارده إن زي ما سمعنا عن مرض الفطر الأسود، في مرض جديد طلع اسمه الفطر الأبيض، ظهر برضو في الهند. يعني الهند اليومين دول منكوبة نكبة كبيرة. يعني المشكلة بقى إن هما بيقولوا إن الفطر الأبيض أشد فتكا من الفطر الأسود. مش عارفة يعني يا رشا، احنا كل يوم بنسمع حاجة جديدة وأمراض جديدة وبألوان جديدة. يعني مش عارفة احنا هنفضل كده. بالظبط، هنفضل كده لإمتى يعني؟ يا رب كده يعني يعديها على خير إن شاء الله. معانا دلوقتي على سكايب من لندن عشان يحكي لنا ويعرفنا أكتر عن الفطر الأبيض الدكتور حاتم سليمان، استشاري حالات الحرجة في مستشفى هيرفيلد. معانا دلوقتي على سكايب. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل أستاذة رشا، أستاذة فرح، صباح الفل. صباح الفل يا دكتور. في الاول بس كده عايزين نعرف، تحكي لنا ايه حكايه الفطر الابيض اللي موجود دلوقتي عشان ناس كتيره طبعا عايزه تعرف. هو الفطر الابيض ده واحد من اهم واشهر واكثر انواع الفطريات شيوعا في المجال الطبي، وهو اسمه كانديدا البيكانز. الكانديدا دي بتهيألي اسم الكانديدا بعض الناس الاسم بالنسبه لهم شائع. يعني هو الفطر الابيض عباره عن نوع من الفطريات، المفاجأة انه هو موجود بشكل كبير خامل داخل اجسامنا عند ناس كتير، ونتيجة ان مناعتنا كويسة فالفطر ده بيبقى كأنه مش موجود. اللي بيحصل ان لما المناعة بتنزل بشكل كبير لأسباب متعددة، سواء لأمراض مزمنة او لسوء استخدام الأدوية زي ما انا احب اوضح لحضراتكم في الدقائق الجاية، بيحصل نشاط للفطر ده، ونشاط الفطر بيؤدي في البداية لبقع بيضاء في الأغشية المخاطية، وقد يؤدي لالتهابات شديدة واختلال في كفاءة كثير من الأعضاء، تحديدا يعني ذكر الفطر الأبيض في مرضى الكوفيد 19 كان علشان إن هم بيحصل لهم انخفاض شديد في جهاز المناعة، بما يؤدي لالتهابات في الرئة من الكانديدا ألبيكانز أو الفطر الأبيض ده. والحقيقة هي بتبقى خطيرة لو تم تشخيصها مبكرا، بتتلحق. لو تم عدم تشخيصها مبكرا بتبقى للأسف نسب الوفاة منها عالية. طب دكتور حاتم، لو تقول لنا كده بداية، طالما هو موجود من زمان يعني هو مش حاجة جديدة، طيب اللي هيصاب أو اللي أصيبه قبل كده بالفطر الأبيض نتيجة إن المناعة بتبقى منخفضة، الأعراض بتبقى إيه علشان نبتدي نبقى واخدين بالنا؟ طبعا اعراض نشاط الفطريات في الجسم بيبقى حراره، زي يعني في البدايه بتبقى حراره. لو بنتكلم عن انسان عادي مش انسان حرج في العنايه المركزه، لو بنتكلم عن انسان في البيت، السيناريو اللي بيحصل فيه نشاط الفطريات بيبقى حد عنده امراض مزمنه، خصوصا مرضى السكري، لو خصوصا سكرهم مش مظبوط بالعلاج. المرضى اللي عندهم امراض مناعيه، سواء مرضى او اورام الخبيثه السرطانات، او المرضى اللي بياخدوا ادويه بتقلل جهاز المناعه. ولما بقول على ادويه تقليل جهاز المناعه بالتحديد انا بقول الكورتيزون وكذلك المضادات الحيويه. استخدام المضاد الحيوي بدون وجود بكتيريا، يعني بدون اشراف طبيب، قد يؤدي لنشاط الفطريات، ومن هنا بيبدا يحصل ارتفاع شديد في درجه الحراره رغم استخدام المضاد الحيوي. وفي منطقه الفم من جوه لما حد بيبص جوه زوره بيبدا يطلع بقع بيضاء على اللوزتين وعلى الحلق من جوه، والحراره بتبقى موجوده بشكل زياده. واول ما يظهر الاعراض دي
ساعتها لازم يروح لأقرب طبيب علشان يتم التشخيص والعلاج المبكر. بس اللي انت بتحكيه ده يا دكتور، يعني اسمح لي مثلا، اغلب الاطفال او اغلب الناس اللي بيصابوا باللوز، خليني اقول حرارتهم بترتفع وبيبقى يقول لك عندك صديد على اللوز، يعني عارف حضرتك يعني الاعراض اللي قلتها مشابهه بعض الشيء باللي بيصاب باللوز او احتقان في اللوز. بالظبط. صح؟ بالظبط، وده 100%، وده حقيقه أهمية النقطة دي. التشخيص لازم يكون عن طريق طبيب متخصص، وليس أخذ العلاج أو مضاد الحيوي في البيت لمجرد أن أنا لقيت بقعة بيضاء. البقعة البيضاء دي ممكن تبقى صديد وشكلها بيختلف على البقعة البيضاء بتاعة الكانديدا اللي كل طبيب بيتمرن على تمييزها من الصديد بتاع الالتهاب البكتيري اللي بيحتاج مضاد حيوي. طب دكتور حاتم، دلوقتي احنا اتكلمنا على اعراض الفطر الابيض او الفطر كمان الاسود، بالنسبه للعلاج يعني حضرتك قلت ان هو نقص المناعه بيسبب فيها هذا المرض، طب ايه العلاج بقى؟ هل العلاج ان احنا بس نقوي المناعه ولا في حاجه تانية ممكن نعملها؟ هو العلاجات يعني بشكل عام، اول علاج هو الوقايه، الاهتمام بجهاز المناعه وعلاج الامراض المزمنه، ويعني مثلا لو سكر يتظبط السكر، نلتزم بالعلاج. لو مريض عنده كوفيد يهتم بالتغذيه وشرب الميه والفيتامينات عن طريق التغذيه السليمه. بالنسبه للتشخيص المبكر بيمثل جزء كبير من نجاح العلاج. لو تم التشخيص المبكر الادويه متوفره جدا، والادويه اللي بتعالج الفطر الابيض هي ارخص وموجوده بشكل متوفر اكتر بكتير من الادويه اللي بتعالج الفطر الاسود. يعني انا مش هقول اسامي ادويه، بس في ادويه كتيره متوفره فعاله ناحيه الفطر الابيض في مراحله الاولى قبل ما يتطور لاحداث مشاكل في الاعضاء ومشاكل خطيره. الفرق بين الفطر الابيض والفطر الاسود يعني دكتور حاتم؟ هو الفرق ان الفطر الابيض منتشر بشكل اكبر، وهو في الاغلب فطر موجود في جسمنا. يعني الكانديدا زي ما قلت دي حاجه من حاجات زي في فيروسات عايشه في جسمنا عادي، واحنا علشان مناعتنا كويسه مفيش اي مشكله منها. لكن الفطر الاسود هو فطر موجود في التربه في السماد وفوق التعفنات الموجوده على الخضروات والفاكهه واي اسطح متعفنه. أنا في رأيي واعتقادي أن الفطر الأسود أخطر من الفطر الأبيض، لأنه هو علشان يصيب الإنسان أنت بتحتاج انخفاض شديد جدا في جهاز المناعة، وساعتها بيبقى فرصة لحق العلاج بتبقى قليلة. لكن الفطر الأبيض بيحصل بشكل منتشر أكتر، وفرص العلاج فيه بتبقى أكتر، وتشخيصه بيبقى برضه ممكن يحصل بشكل مبكر عن الفطر الأسود. وطبعا الحالتين بيحصلوا في كافة حالات انخفاض جهاز المناعة اللي فيها درجات منخفضة من جهاز المناعة. طيب دكتور حاتم، يمكن احنا لسه في جائحة كورونا كوفيد 19، ومشكلة كورونا انها بتنتشر بسرعة او العدوى فيها كبيرة، هل الفطر الابيض بنفس المشكلة دي ولا هو مجرد ان لو جهاز المناعة عندك ضعيف انت هتصاب بيه، بس اللي جنبك ممكن لو هو طبيعي ما يصابش؟ بالظبط، ومش شرط. يعني انا في نقطة مهمة برضو، مش اي حد جهاز المناعة عنده ضعيف يبقى هيصاب بيه بشكل كبير. هو بيبقى عرضة اكتر لانه يحصل تنشيط للفطر ده. لكن هو انا اطمن الناس، لا ما تجيش عند حتة التطمين وتقف يا دكتور، دي موضوع مهم جدا. اطمن الناس بايه؟ اطمنهم انه لا ينتقل بشكل مباشر من انسان للتاني، لانه بيعتمد على انخفاضات شديده في جهاز المناعه، ومش اي انسان مناعته ضعيفه بيبقى بالتاكيد هيجيله الفطر الابيض ده. يعني هو مش معدي؟ هي بتحتاج، مش معدي، لا. أوكي. ليس معديا بدرجه مباشره. اوكي طيب، برضو حضرتك ذكرت نقطه والنقطه دي مهم جدا، انه ان لازم جهاز المناعه يبقى قوي، لازم ناخد فيتامينات والتغذيه السليمه. خليني اقول لحضرتك بصراحه ان احنا من ساعه ما ابتدت جائحه كوفيد 19 ما تقليش ان ما فيش حد طول النهار بيكبش كده شويه فيتامينات وبياخدها على الصبح متنوعه بقى، زائد انه ابتدت تنتشر ادويه تقويه المناعه، هل ده مفيد لينا ولا ده خطر؟ هو الحقيقه هو أهم علاج وتقوية للمناعة هي التغذية السليمة المتنوعة
اللي فيها خضروات وفواكه بشكل متنوع. طبق الخضار لازم يكون فيه ألوان كتيرة من الخضروات، هي دي أهم فيتامينات ربانية. أنا مش ضد الفيتامينات الحبوب والأقراص، أنا شخصيا أحيانا باخدها، لكن أنا لا أنصح باستخدامها بشكل منتظم وفي إطار بروتوكولات. خطورة البروتوكولات إن أنا باخد البروتوكول بشكل عمياني بدون نظام، وده بيمثل خطر، لأن كل الأدوية دي أو كل أنواع الفيتامينات دي لو اتخذت زيادة عن الحد ممكن تعمل مشاكل، هي ليست بلا أعراض جانبية. طب وأدوية المناعة؟ هو حاجة علميا لا يوجد أدوية معتمدة يقال أنها تقوي المناعة، يعني غير الأدوية اللي بنديها لمرضى انخفاضات جهاز المناعة ومرضى السرطان، مفيش أدوية اللي بنسمع عنها في البروتوكولات دي بتقوي المناعة بشكل مباشر. التغذية السليمة هي أهم طريقة لتقوية المناعة، التغذية والرياضة وشرب الماء. طيب حاجات المفروض نتعود عليها تبقى الشكل الطبيعي لحياتنا يعني. طبعا في نقطة كمان مهمة دكتور قلتها اللي هي الكورتيزون، من يأخذ كورتيزون بشكل منتظم هل مفروض ان هو كل شوية يعمل تيست او اختبار على مناعته، على ممكن يصاب بأي من الأمراض اللي حضرتك ذكرتها؟ لا هو مش المفروض يعمل تيست، هو بس المفروض يبقى متأكد إنه بياخد الكورتيزون تحت إشراف طبيب. النقطة اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي مهمة جدا، وأنا يعني هرجعكم أسابيع كده لبداية معرفة أو الناس بدأت تسمع عن الفطر الأسود في الهند، لأن اللي حاصل إن الهند فيها من أكبر نسب مرضى السكري في العالم، وبرضو للأسف فيها من أكبر نسب استخدام المضادات الحيوية وكورتيزون بدون إشراف الطبيب، وده من الأسباب اللي أدت لانتشار الفطر الأسود. الهند الأطباء اعترفوا أن كتير من المرضى اللي جولهم عندهم الفطر الأسود في مراحل متأخرة كانوا بياخدوا الكورتيزون في البيت علشان ما يروحوش المستشفى بجرعات كبيرة لفترات طويلة من غير إشراف طبيب، ومن هنا حصل انخفاضات كبيرة في جهاز المناعة. فده يعني إنذار لأي حد ما ياخدش كورتيزون بدون إشراف طبيب، ما يهتمش بموضوع البروتوكولات دي لو ما اتكتبتلوش في إطار طبي منظم. وكذلك والنقطة المهمة جدا المضادات الحيوية، نحن في حاجة لإعادة تقييم تعاملنا مع المضادات الحيوية في مصر، لأن المضاد الحيوي يجب أن يؤخذ من خلال وصفة طبية، لأن أخذ المضاد الحيوي في عدم وجود بكتيريا في الجسم وبدون داعي قد يؤدي لنشاط الفطريات ومن ضمنها الفطر الأبيض والأسود. دي نقطة مهمة، لأنه للأسف إحنا بنتعامل مع المضادات الحيوية في مصر لأنها بتتباع في الأجزخانات عادي، الناس بتروح بتشتريها. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، لو أنا رايحة الصيدلية أشتري كيس قطن مثلا، طب ما تديني بقى علبتين بالمرة أخليهم عندي في البيت احتياطي عشان أنا لو حد سخن أقوم مدياله على طول. بالظبط ده مثلا اللي بيحصل، ده في كل البيوت على فكرة، أنا بقولش حاجة من دماغي. أنا عارف كده حضرتك، يعني أنا مصري يعني وأنا بنزل مصر على طول، وعارف إن دي جزء من التعامل بتاعنا، ومفيش قيود على بيع المضادات الحيوية في الصيدليات. أيوة. ويمكن دي فرصة إن أنا استغل وجود حضراتكم ويعني اوجه نداء ويعني طلب للدكتوره هاله وزيره الصحه انها تحط قرار يقنن استخدام المضادات الحيويه عن طريق صرفها فقط من خلال روشته طبيه. احنا عندنا في بريطانيا لا يمكن انك تاخد مضاد حيوي من الصيدليه الا لو اتكتب لك عن طريق الطبيب المعالج، لأن مش بس إنها بتعمل نشاط الفطريات لو اتخذت بدون داعي، دي كمان بتؤدي لعدم استجابة البكتيريا، لأن أنا لما أخذ مضاد حيوي بدون إشراف طبيب ببقى مش عارف أخذه لمدة قد إيه، وما ببقى مش عارف الجرعة المظبوطة، وده بيؤدي المناعة من البكتيريا. وكتير من البكتيريا في مصر دلوقتي ما بقتش تستجيب للمضادات الحيوية، وأنا بعتبر أن دي من أكبر الكوارث اللي بتهددنا صحيا في مصر وفي عالمنا العربي.
حقيقي. دكتور حاتم، كنت عايزه اسال حضرتك ونتكلم بقى على كوفيد 19. احنا عارفين انه لندن يعني من المرحله الاولى في كوفيد 19 كانت من الدول المصابه بكوفيد بشكل كبير جدا. الوضع ايه دلوقتي؟ موجود؟ هل افضل؟ وبرده عايزين نعرف الفاكسين اللي موجود في لندن، هل هو نفس الانواع اللي موجوده هنا في مصر اللي بناخدها هنا في مصر؟ هو الوضع دلوقتي بدا نسبيا يستقر بالمقارنه طبعا بالشهور اللي فاتت. كان في اغلاق شبه تام وبدانا بالتدريج نخرج من الاغلاق، لم نخرج منه اطلاق يعني بشكل كامل، لان ما زال في قلق وبدات تظهر اعداد محدوده من الطفره الهنديه الجديده، لكن الوضع افضل الحمد لله. في الاول كان في حاله من القلق زي اي مكان في العالم من اللقاحات، والناس كانت قلقانه من جدول اللقاحات ومن فعاليتها، وكان في ناس بتشكك في اللقاحات زي اي مكان. لكن بعد ما الناس شافت على ارض الواقع الانخفاض الكبير جدا في الاعداد الحالات، واحنا في الحالات الحرجه ما بقيناش تقريبا بنشوف حالات كوفيد 19 خلاص، ورجعنا شغلنا في الحالات القلب والصدر. الناس ادركت ان الامل هو في العلم وفي اللقاحات، فالوضع الحمد لله أحسن. صحيح دكتور حاتم، يعني أنا قريت كده أنه في بريطانيا تم تلقيح 50 مليون بريطاني، صحيح؟ مظبوط، يعني عدد البالغين اللي أخذوا الجرعة الأولى تعدوا 60% من البالغين، واللي أخذوا الجرعتين تعدوا 40%، وبرضو لسه الحملة شغالة لإعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن عشان نوصل للمناعة المجتمعية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طب آخر سؤال دكتور حاتم سريعا، الأنواع الفاكسين عايزين الناس تطمن، هل نفس الأنواع اللي موجودة هنا في مصر؟ هي الأنواع هي زي أغلب الأنواع الموجودة. لقاح أسترازينيكا طبعا هو اللقاح اللي تم تصنيعه والأبحاث اللي اتعملت هنا في جامعة أوكسفورد، من أهم اللقاحات اللي الناس هنا أو الحملة القومية للتطعيم هنا معتمدة عليها. ولقاح فايزر طبعا من اللقاحات المعتمدة، وبرضو لقاح موديرنا تم مؤخرا اعتماده من ضمن لقاحات الحملة القومية. فيعني أي لقاحات بتبقى موجودة الحملات بتعتمد عليها، لأن احنا عشان ندي اللقاحات لأكبر عدد من الناس مش هنعتمد على نوع واحد، أكيد هنستعمل كل الأنواع الموجودة. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم سليمان من مستشفى هيرفيلد بلندن، بنشكرك. وخلوني مع شكري للدكتور حاتم اقول حاجه مهمه جدا، يعني انجلترا يمكن او شفنا امبارح يعني في كان نهائي كبطوله الدوري الانجليزي، خلاص الجماهير نزلت بقت موجوده، لانه زي ما سمعنا انه 50 مليون بريطاني بيقول لك 60% خلاص خدوا الجرعه، وده خلاهم يبتدي مجموعه كبيره عنده مناعه، الدنيا بقت احسن طبعاً. الحياه ابتدت ترجع بشكل طبيعي، ده نتيجه ان هم يعني ماشيين بالإجراءات، خدوا تلقيح. يعني التلقيح ده أنا عايز أقول لكل السادة المشاهدين ده هيسرع من رجوعك بشكل طبيعي. للي زعلانين بقى إن الدنيا بتقفل بدري وإن مش عارفين نعمل كذا وإنه كذا، شفتوا العيد كان عامل إزاي، لكن لما تاخد اللقاح وتبقى حريص على أخذ اللقاح وإن أنت تبقى مأمن نفسك مأمن عيلتك مأمن كل الناس، ده هيرجعك بشكل طبيعي لحياتك. صح. اللي أنت وحشتك بالزبط. ما هي وحشتنا كلنا يعني بالزبط. يا ناس، وده الهدف أصلا من الفاكسين، يعني هو ده دي إن احنا نرجع تاني لحياتنا الطبيعية، نقدر نخرج ونتجمع ونزور بعض في البيوت، يعني أعتقد الحاجات دي كلها وحشتنا. صح. نمشي على الاقل يعني نبتدي نعيش طبيعي، حياه طبيعيه من غير كمامات بقى، يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا عندنا الفقره الاولى هتكون عن ايه يا رشا؟ عندنا الفقره النهارده فقرتنا الاولى النهارده هنتكلم فيها مع حضراتكم عن هتكون مش عن من القناطر الخيريه، هنتكلم فيها عن تطوير زي ما انتم شايفين هذا المرفق التاريخي الحيوي الهام. الله على القناطر والله على شكل القناطر، يعني كنا بنشوفها دايما في الافلام الابيض والاسود والافلام القديمه، ده لغايه يمكن فيلم اميره حبي انا مع سعاد حسني كنا بنشوف القناطر، قناطر رجعت بزهوها وجمالها وشكلها الحلو، ويعني فسحه كلنا كنا بنستناها. الله، احنا شايفين الصور اصلا واحد حاسس ان هو يعني يلا بينا بالظبط.
يلا بينا على القناطر. لا حاجه جميله، مصر مليانه بالاماكن الجميله يا رشا. فقرتنا الثانيه هتكون فقره يمكن مختلفه شويه ومهمه جدا بقى لكل الشباب المقبلين على الزواج. عايزين نتكلم بقى على روشتة كده للسعاده الزوجيه، ايه الحاجات المهمه والاولويات المفروض تفكروا فيها قبل ما تاخدوا خطوه الزواج. وهنتكلم على برنامج او منصه مهمه جدا وهي منصه الموده. طبعا المنصه دي بتناقش حاجات كتيره جدا، بتبتدي تسهل او توعي الشباب على النقاط المفروض ياخدوا بالهم منها. والهدف طبعا من موده انه هي تقلل من حالات الطلاق اللي موجوده في مصر، عشان كده انا شايفه انه هي حاجه مهمه جدا. وهنتكلم طبعا عن روشتة للسعاده الزوجيه، معانا هيكون ضيفنا الدكتور حسام صالح استشاري التنميه البشريه وخبير العلاقات الاسريه، عشان طبعا نتكلم في كل التفاصيل دي. وبعد كده عندنا بعد ما عرفنا كده فقراتنا نروح بقى نشوف حاله الطقس، طبعا في تغيير كده صبح وبالليل، تعالوا نشوف درجات الحراره ونرجع تاني. والله يا فرح الذهب ده محيرنا، كل شويه تقول بقى سعره كذا، بقى سعره كذا، بقى سعره كذا، ارتفع، لا انخفض، ارتفع، يعني بتلاقي في اليوم الارتفاعات والانخفاضات مستمره. يمكن العملات مستقره، الحمد لله، يعني ان العملات مستقره. تعالوا بقى نشوف النهارده اسعار الذهب والعملات هتكون ايه. طبعا زي ما سمعنا الدكتور قال من الحاجات المهمة عشان تقوي المناعة هي الرياضة. تعالوا نشوف كده تمارين بسيطة نقدر نعملها مع بعض كل يوم الصبح، نشوف فالنتينا هتقدم لنا ايه. عادات خاطئة تضعف الذاكرة، عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية، الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لأنه قد يسبب الإصابة بفقدان السمع، الإجهاد الشديد أثناء العمل قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة، النوم القليل، ويجب ألا تقل عدد ساعات النوم يومياً عن 8 ساعات، سوء التغذية، ويجب أن يكون النظام الغذائي غني بالعناصر الغذائية. الإفراط في الدهون يسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. التدخين. دلوقتي هنكون مع تقرير، التقرير ده عن ذكرى وفاة أحد رموز الكوميديا في مصر والوطن العربي. أنا بتكلم على أبو ضحكة جنان. استطاع إسماعيل ياسين أن يترك بصمته في تاريخ الفن.
لأنه إسماعيل ياسين النهاردة بتحل ذكرى وفاته. والفنان إسماعيل ياسين كتير مننا عارفين أنه اتولد في السويس 15 سبتمبر عام 1915. إسماعيل ياسين اتوفت والدته وهو لسه طفل صغير، انتقل للقاهرة وهو عنده 18 سنة. كان ده في بداية التلاتينيات. كان بيسعى ورا حلم بأنه تخيلوا عايز يبقى إسماعيل ياسين، عايز يبقى مطرب. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر وأكتر عن الفنان الراحل إسماعيل ياسين في هذا التقرير. مصر مليانة بالأماكن الجميلة جدا، عشان كده احنا كل يوم بنحاول نجيب مكان جديد نتكلم عنه، معلومة جديدة يمكن ما نكونش عارفينها. تعالوا نشوف النهاردة هنتكلم عن ايه. وادي الملوك، سحر الحضارة والتاريخ في الأقصر. يقع الوادي على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر. ينقسم إلى واديين، الوادي الشرقي حيث توجد أغلب المقابر الملكية، والوادي الغربي. تعد هذه المنطقة مركز للتنقيبات الكشفية لدراسة علم الآثار وعلم المصريات منذ نهاية القرن الثامن عشر. وذاع صيت الوادي في العصر الحديث بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون كاملة. وادي الملكات، يقع الوادي بالقرب من وادي الملوك الشهير على الضفة الغربية من نهر النيل في الأقصر. عرف قديما باسم تا ست نفرو، ومعناه مكان أبناء الفرعون أو مكان الجمال. وادي الملكات هو مكان دفن الملكات في مصر القديمة. تم دفن ملكات الأسرات الـ18 والتسعة والتسعة وعشرين، بالإضافة إلى العديد من طبقة النبلاء. من مكان جميل وساحر في مصر، تعالوا بقى نلف حول العالم ونشوف العالم بيحصل. دلوقتي معادنا مع مجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية. نبدأ من اليوم السابع ونقرأ: الصحة، توافر كميات من لقاحات كورونا تكفي جميع المواطنين المسجلين بالمنظومة. أكدت وزارة الصحة والسكان الاستمرار في استقبال دفعات لقاحات فيروس كورونا تباعا ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المختلفة والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAFI، وذلك بالتوازي مع إنتاج اللقاحات محليا داخل مصر. أوضحت وزارة الصحة والسكان توافر كميات من اللقاحات تكفي جميع المواطنين المسجلين على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى زيادة إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على التسجيل لتلقي اللقاح. ننتقل إلى موقع المصري اليوم ونقرأ: قناة السويس تصدر بيانا بتفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوى ايفر جيفن، حيث أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمس الأحد حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة 14 قاف المقامة من قبل هيئة قناة السويس بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية ايفر جيفن التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 من مايو الجاري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني. صباح الخير دكتور شوقي. صباح النور يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. الخبر اللي أنا قريته دكتور شوقي بيقول إنه هيئة قناة السويس في بيانها اللي أصدرته بالأمس عن حكم الدعوة القضائية رقم 23 لسنة 14 قاف المقامة من قبل هيئة قناة السويس
بتثبيت الحجز التحفظي الذي يقع على سفينة الحاويات البنمائية ايفر جيفن. يعني معنى كده مصير السفينة دي هيكون ايه؟ هل هيتم دفع تعويضات ولا المحكمة حكمت بعدم الاختصاص؟ علشان نبسط المسألة يعني لدى المجتمع من غير إرباكات قانونية أو ألفاظ يعني تكنولوجي يعني أو يعني ترمينولوجي. الهيئة كانت أوقعت حجز تحفظي، والحجز التحفظي ده يعتبر أمر وقتي علشان يعني قبل السفينة ما تغادر. نعم. ضبط الاستعجال والأحقية، بنتكلم على 900 مليون دولار وشوية قيمة الخسائر. فمن فضلك يا رئيس المحكمة المختص، وهي المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، دينا أمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة والبضائع خشية أن تغادر، وبعد كده ما نعرفش نجيبها. المحكمة مشكورة أصدرت أمر بتوقيع الحجز التحفظي، وده حقها، وبالمبلغ المطلوب. طيب بعد كده المسألة ما بتقفش عند هذا الحد، المطلوب فيه إجراء تاني ليثبت الحجز التحفظي ويحكم بالحق. في نفس الوقت إنه ممثلي الشركة السفينة، مالكة للسفينة، تظلمت أمام المحكمة الاستئنافية الاقتصادية من أمر الحجز. يعني من أمر الحجز؟ أيوة نعم. يعني كأنه الممثلة المالكة للسفينة قالت للمحكمة الاستئنافية من فضلك الغيلي الأمر الحجز ده لأنه ده غلط أو مش صحيح. محكمة الاستئناف نظرت الأمرين، إيه الأمرين؟ تظلم الشركة اللي هي مالكة للسفينة، وطلب هيئة قناة السويس بتثبيت الحجز لأنه مش كفاية الحجز بس يصدر أمر الحجز تحفظه وخلاص، لازم يتثبت علشان يحكم بالأحقية اللي هو 900 مليون. محكمة الاستئناف بعد ما نظرت القضية، أولا عشان يبقى الحكاية واضحة ومعلومة، إنه المحكمة رفضت تظلم الشركة المالكة للسفينة بإلغاء الأمر الحجز، يبقى معناها أن أمر الحجز ما زال قائما على السفينة، وبالتالي لم تستطيع السفينة أن تغادر، ويبقى يظل الحجز التحفظي قائم على السفينة وعلى البضائع اللي على السفينة. طب وسيرة طبعا دكتور شوقي، ما من كلامك كده يعني شعرت إن إنه الشركة المالكة مش عايزة تدفع الرقم اللي مطلوب. طبعا هي الشركه بتحاول ان هي تجد اي ثغره او اي منفذ او اي سبيل او اي وسيله او اي علشان تخرج من هذا المازق، وبعد يطلق الامر الحجز التحفظي وتستطيع ان تغادر. فالمحكمه الاقتصاديه الاستئنافيه رفضت تظلم المالكه في الغاء الحجز التحفظي، وبالتالي يبقى احنا امام نقطه مهمه انه الحجز التحفظي ما زال قائما على السفينه وعلى البضاعه، هي ما تقدرش السفينه دلوقتي. طب ماذا عن التعويضات؟ ايوه اللي هي 914 دولار. يظل باقي بقى انه طلب هيئه قناه السويس تثبيت الحجز. ما هو الحجز ما يفضلش كده تحفظي، لازم يتثبت ولازم يحكم بالاحقيه ويحكم بحقيقه التعويض. المحكمه الاستئنافيه الاقتصاديه رات انه ده من اختصاص المحكمه الابتدائيه وليس من اختصاص المحكمه الاستئنافيه. إنها مقبل القول زي ما بيقولوا أن الحجز التحفظي على السفينة وعلى البضائع ما زال قائما، وبالتالي لن تستطيع السفينة أن تغادر إلا إذا عملت تسوية مع هيئة قناة السويس، وأن الأمر برمته الآن أمام المحكمة الابتدائية الاقتصادية في الإسماعيلية. طب المحكمة الابتدائية الاقتصادية في الإسماعيلية، يعني لو احنا دلوقتي بنتكلم على التعويض خلاص، ما هو الحجز موجود خلاص، تثبيت الحجز موجود، تثبيت الحجز والأحقية. طيب تثبيت الحجز ما هو يقولوا دعوى الحق وتثبيت الحجز. طيب دعوى الحق اللي هو التعويض 914 مليون دولار وتثبيت الحجز. تثبيت الحجز لغايه امتى يا فندم؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ ما هو برضو الحجز ده هيبقى لغايه امتى؟ وهو ما هي حددها جلسه 5 يونيو اظن، 5 يونيو 5 يونيو يعني الشهر الجاي. ولو دفعت الشركه ما قبل 5 يونيو خلاص ممكن انها تتحرك. أنصح لانه السفينه موجوده والحجز عليها والحجز على البضائع ولم تستطع ان تغادر،
يبقى في هذه الحالة دايما يتقال إن الصلح خير. وأنا برضو هاي القناة السويس أقول يعني الصلح في الحاجات دي مناسب للطرفين. ليه؟ بدل ما ندخل في إربكات قانونية عديدة ودايما تيسير إجراءات التقاضي مطلوب، ودايما يعني المشرع دايما يسعى إلى الصلح والمحاكم أيضا تشجع على الصلح، وبالتالي نحن أمام طرفين. الآن هيئة قناة السويس اللي هي صاحبة الحق والحاجزة ومطالبة الحق ب 914 مليون دولار قيمة الخسائر، والشركة المالكة للسفينة اللي هي تريد أن تغادر وتريد أن لا تدفع شيء. يبقى يصح جدا مش عايز تدفع خالص الشركة؟ يعني هو عمالة تبحث عن أسباب، فيبقى الحجز قائم والسفينة يعني محتجزة. طيب يبقى لا سبيل إلا أنه الطرفين يقترب من مصالحهما وينهي هذا النزاع بالتصالح، التصالح العادل، مش التصالح بقى يعني بفرض القوة، العادل. نعم طيب. يبقى أنا أشوف أيوة لو ما حصلش تصالح او ما حصلش تسويه خلاص يبقى ما انا ماشي. هل 5 يونيو دي حكم المحكمه الابتدائيه في الاسماعيليه هيبقى حكم نافذ على طول ولا على طول؟ المحكمه الابتدائيه هتنظر تثبيت الحجز والاحقيه. نعم نعم يبقى حكم يبقى المحكمه الاقتصاديه الابتدائيه ستنظر الدعوه في 5 يونيو، وبالتالي سيكون الموضوع حاسم في الاحقيه وفي تثبيت الحجز التحفظي. يعني يا تدفع يا مش هتمشي خلاص. طبعا وطبعا الخسائر متلاحقه والاضرار متجدده طبعًا. والسفينه موجوده، وطبعا هيئه قناه السويس يعني تسعى الى السعي الى الوصول الى حقها، وليس يعني لا دفع خصومه ولا غيره. نعم. ولكن لا تريد انه يبقى الاضرار حصلت وانه السفينه تسببت وانه السفينه غادرت، ولم لان لو غادرت السفينه ما حدش حقيقي خلاص. وبالتالي ده فكره الحجز التحفظي انه يعني الحقني قبل ما الدنيا يعني تتلخبط حقيقي. فبالتالي استمرار الحجز مهم وتظل المساله بتنظرها امام المحكمه الابتدائيه الاقتصاديه في الاسماعيليه في الجلسه المحدده اللي هي هتبقى الموضوع دعوى الحق. دعوى الحق كام؟ 914 اقل اكثر، وكذلك تثبيت الحجز ان شاء الله. يبقى المساله 5 يونيو قدامنا 10 ايام، وامام الطرفين فرصه للتفاهم والتصالح والتصالح العادل الذي لا يتسبب في احد ولا الاضرار باحد ان شاء الله. الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني انا بشكرك شكرا جزيلا. هنتقل بحضراتكم دلوقتي لموقع الوطن، وعندنا خبر عن التعليم. التعليم بتحقق في صعوبة امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم تحقق في الشكوى من امتحان اللغة الألمانية خلال امتحان الثانوية العامة التجريبي لشهر مايو اليوم. أضاف شوقي في تصريحات له على جروب طلاب وطالبات مصر عبر تطبيق واتساب قبل قليل: وصلتنا الشكوى ونتحقق منها ولا داعي للقلق، لأننا نوازن بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي، وهذه مجرد تجربة وهذا هو الهدف منها، ولذلك أرجو الاطمئنان أننا نتحقق من الموضوع. من بوابة الأهرام نقرأ: وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن اليوم. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين زيارة رسمية للعاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن. كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية. من موقع الشروق نقرأ: وزير الري يكشف أسباب الفجوة بين إثيوبيا والسودان. كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الأسباب التي أحدثت فجوة بين السودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، وقال إن الفجوة بدأت منذ العام الماضي عندما أقدمت إثيوبيا على احتجاز المياه وإجراء عملية الملء الأول دون إبلاغ السودان، واستمر الأمر أسبوعا كاملا. وأضاف: وفقا
للمعتاد، فإن السودان قبل موسم الفيضان يعمل على سحب المياه من وراء السدود من أجل الاستعداد لاستيعاب المياه الجديدة، والسلطات قامت بذلك بالفعل، لكن بالتزامن مع ذلك نفذت إثيوبيا عملية الملء فقطعت المياه عن السودان بشكل كامل. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافة، هنطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل موعدنا مع فقراتنا الحوارية والخارجية. ناطر الخيرية بتستعيد رونقها مرة تانية بعد تطويرها، بس خلينا قبل ما نتكلم عن مراحل التطوير واللي بيتم فيه عايزين نعرف من حضرتك كده نبذة سريعة عن الأناطر الخيرية وأهم ما تتميز بيه والفكرة أصلا من وراء إنشائها. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شرفتونا زي ما قلت لحضرتك. القناطر الخيريه لها تاريخ قديم، يمكن بدا التفكير فيها منذ فتره طويله، يمكن من ايام فتره حكم نابليون. يعني اول ما فكر في الموضوع ده كان نابليون وقال ان هيجي يوم من الايام يتم انشاء القناطر. مدينه القناطر متسميه طبعا قناطر زي ما قلت لحضرتك او زي ما احنا بنتكلم، نسبه الى انشاء القناطر او القناطر الموجوده حواليها اللي احنا بصددها، القناطر اللي هي تم اقامتها لاداره وتوزيع المياه ومنظومه المياه في مصر في نفس في توقيت الانشاء بتاعها. لما تولى محمد علي الحكم اتعرضت عليه الافكار والمشاريع لانشاء القناطر، لانه كان مهتم طبعا بمنظومه الري واداره الري، وكان وقتها في رؤيه للتوسع في الزراعه والتوسع في المساحات الزراعيه. وقتها كان مساحه الاراضي المنزرعه حوالي 3.8 مليون فدان، وهو كان بيرغب في زياده المساحه دي بحوالي 1.5 مليون فدان وقتها. والفكره دي استوجبت ان هو يشرع في بناء القناطر اللي احنا بنسميها قناطر محمد علي اللي موجوده في الخلفيه حوالينا دلوقتي، القناطر الاثريه بتسمى القناطر. هي كم فتحه تقريبا يا باشمهندس؟ حوالي 56 فتحه. طيب القناطر الخيريه بتستعيد رونقها مره ثانيه، لان للاسف الشديد في فتره من الزمن كده كانت كم مهمل. ايه اللي تم من تطويره في القناطر الخيريه واللي بيتم تطويره في الوقت الحالي كمان؟ طيب قبل ما نتكلم في اعمال التطوير لازم يعني برضو نذكر السيد الدكتور محمد عبعاطي وزير موارد المياه والري. القناطر الخيريه زي ما حضرتك قلتي كانت مهمله لفترات طويله من الزمن، الى ان الدكتور محمد عبعاطي تولى مسؤوليه وزاره الري، فبيولي اهتمام خاص وشديد باعمال التطوير للقناطر وللحدائق تحديدا عشان ترجع لوضعها القديم متنفس لاهل مصر. القناطر الخيريه زي ما حضرتك بتتكلم يا باشمهندس هي متنفس فعلا لاهل مصر، وما بتكلمش بس على يعني القاهره العاصمه او الجيزه، انا بتكلم على كل محافظات الجمهوريه تقريبا، يعني هي متنفس ومتنفس كبير. كم مساحتها تقريبا وكم عدد الحدائق اللي فيها، وبتتراوح الحدائق فيها مساحتها من قد ايه تقريبا؟ يا زي ما حضرتك قلت مش متنفس للقاهره بل هي متنفس لجميع اهل مصر، بل هي متنفس كمان للاخوه العرب، للدول العربيه كانوا بيجوا باستمرار في الفترات السابقه يزوروا القناطر ويستمتعوا بالجو الساحر فيها، بيستمتعوا بالنيل، بيستمتعوا بالحدائق، بيستمتعوا بالقناطر. مساحه او عدد الحدائق الموجوده في القناطر تحديدا حوالي او هي 10 حدائق. مساحه الحدائق دي 70 فدان، ده بخلاف بقى مساحه المشاتل ومساحه الشوارع اللي بتخدم على الحدائق، وهي بنفس النسق وبنفس التطوير اللي موجود للحدائق. بدأنا أعمال التطوير وانتهي بحديقة عفلة اللي احنا بنصور فيها حاليا. حديقة عفلة مساحتها تقترب من ال 14 فدان. أعمال التطوير بدأت بإنشاء ممشى أهل مصر اللي احنا برضو واقفين بنصور عليه على فرع النيل دمياط، بين الأنطرة الأثرية، أنطرة محمد علي الأثرية، والأنطرة الحالية في التشغيل اللي هي قائمة حاليا بتعمل على إدارة وتشغيل المياه. ثم بعد ذلك طورنا حديقة المركز الثقافي لعلوم المياه اللي موجود فيها المتحف اللي إن شاء الله حضرتك هتصوري فيه، بمساحة حوالي 9 أفدنة. ثم بعد كده طورنا حديقة النيل على فرع رشيد، وهي من مسماها تقع على النيل فرع رشيد، ودي تعتبر في زمام محافظة الجيزة وتتبع الإدارة العامة للري والأنطرة الدلتا، بمساحة حوالي 6 فدادين. برضو اتعملنا في حديقة النيل ممشى حوالي 500 متر على فرع النيل متنفس لأهل مصر، بيقدروا يستمتعوا بيه والجلوس على النيل ويستمتعوا برؤية النيل وجمال الطبيعة والأشجار القديمة. برضو الحدائق هنا عندنا بتتميز بوجود أشجار تتعدى عمرها 150 سنة وال200 عام منذ انشاء القناطر، تم جلبها في وقت انشاء القناطر وما زالت موجوده بالحدائق في القناطر. طب حضرتك اشرح لنا يا باشمهندس يعني ايه بيتم تطوير للقناطر الخيريه؟ يعني تطويره من حيث ايه بالظبط؟ يعني حضرتك عم تدخل مثلا على حديقه زي حديقه عفله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، اقدم واشهر واكبر حديقه موجوده في القناطر الخيريه بشكل عام. بيتم تطويرها ازاي؟ يعني اعمال التطوير بتنقسم لايه؟ طيب اول ما نخش على اي حديقه الاول بيتم تصويرها على الوضع الحالي،
بيتم عمل رفع مساحي ليها للمساحه بتاعتها والاشجار الموجوده فيها. زي ما قلت لحضرتك احنا بنحافظ على الاشجار، فلازم نعمل رفع مساحي باماكن الاشجار الموجوده عشان لما يتعمل تصميم بيفادي هذه الاشجار وبيراعي وجودها ويدخلها في نطاق التصميم، بيبقى تصميم جمالي. بعد ما حضرتك بتترفع مساحي، المهندس الاستشاري استشاري الوزاره بيعمل اعاده تخطيط لاعمال التطوير وبيحط لمساته المطلوبه لكل حديقه. كل حديقه لها وضع خاص من حيث التصميم، وكل حديقه لها تصميم مختلف من حديقه الاخرى. يعني احنا هنا مثلا لما بنتكلم في حديقه عفله موقعها على النيل، فطالما موقعها على النيل لازم نستفيد من واجهه النيليه، فبيتم تصميم مثلا ممشى اهل مصر. حديقه النيل نفس الكلام، بيتوضع تصميم لممشى اهل مصر، بيتم تصميم مشيات، بيتم مشيات لتجوال الزائرين جوه الحديقه بعيدا عن النجيله، بيتم وضع برجولات ومقاعد خشبيه لجلوس الزائرين، بيتم طبعا اضافه دورات مياه زيادتها، بيتم برضو عمل انشطه كافيتريات كافيهات مشيات زلطيه. في يعني انواع كثيره من التطوير بيتم وضعها حسب رؤيه الاستشاري اللي بيوضعها لكل حديقه على حده. طب لو اتكلمنا عن يعني احنا بنشوف شايفين كوبري اثري، شايفين في يعني مباني اثريه كتير واحنا بنتجول داخل القناطر الخيريه، ايه هي ابرز المعالم السياحيه الموجوده هنا في القناطر الخيريه؟ هو اهم معلم سياحي هو القناطر نفسها، مبنى القناطر، المنشا المائي اللي انشاه او انشئ في فتره حكم محمد علي، هو اهم منشا اثري موجود، وهو تسلمته وزاره الاثار من وزاره الري، واعمال الصيانه بتتم فيه ده بصفه دوريه عن طريق وزاره الاثار بتمويل من وزاره الري. ده اهم معلم موجود في القناطر، لان حضرتك بيرجع انشاؤه لسنه 1835. تاريخ طويل يعني تقترب من 200 عام على انشائه. مظبوط. وحضرتك طبعا القناطر الجديده اللي شغاله اللي بتعمل على اداره وتوزيع المياه اللي هي امامنا حاليا في وجه بحري كله، زي ما قلت لحضرتك من يعني من اهم حاجه وكمان بتميز القناطر ان مدينه القناطر بتوجد فيها عدد كبير وكميه كبيره من المنشات المائيه اللي بتخدم زمام الري والزراعه والشرب في الوجه البحري كامله. فايدتها بقى وفايده تطويرها باشمهندس اشرف القناطر نفسها، يعني القناطر نفسها المنشآت المائيه، المنشآت المائيه ديت يعني الوزاره على طول بتعمل على اعمال صيانه دائمه لها، صيانه تطوير المحافظه عليها، لان حضرتك هي القناطر يعني بالنسبه لمنظومه الامن المائي في مصر يعني احد اهم ركائز الامن المائي في مصر. انشاء القناطر في وقتها كان يعتبر احد المشاريع القوميه، ثم تلاها بعد كده انشاء السد العالي. مظبوط. فتطويرها النهارده هو جزء من المحافظه عليها، تطويرها والمحافظه عليها وصيانتها هو لاداره المنظومه المائيه كامله في الوجه البحري، بتخدم زمام اكثر من 6 مليون فدان، بيتم ريه من بيتم التحكم في كميات المياه لهم من هنا، بتخدم ترشيد استهلاك المياه في برامج بتنفذها الوزاره لترشيد استهلاك المياه لتحقيق التنميه المستدامه ولتوفير المياه للاجيال القادمه، بيتم تنفيذ هذه البرامج من خلال هذه القناطر اللي بتدير وبتتحكم في كميه في كل نقطه مياه بتتحرك وبتوصل لاخر نقطه في وجه بحر، بتوصل لاسكندريه، بتوصل لرشيد، بتوصل لدمياط، بتوصل لبورسعيد من هنا. زي ما حضرتك كنت بتتكلم يا باشمهندس، هو مشروع قومي كبير وتطويره يعني بيحتاج تكلفه كبيره، لو كلمنا عن التكلفه تقريبا التقديريه لهذه الاعمال التطوير، يعني اعمال تطوير الحدائق، يعني برضه حضرتك تطرقت ليها، اعمال تطوير الحدائق تعليمات معالي الوزير ان الاداره بتنفذها ذاتيا. الوزارة بتنفذها ذاتيا من إمكانياتها الذاتية، من مواردها الذاتية، بعمالها، بمهندسينها، بمعداتها. يعني حضرتك كنت معايا في المكتب وشفتي جزء من هذا الحوار في تكليف الأعمال. طيب عايز أسأل حضرتك يا باشمهندس، طبعا هي تكلفة أكيد تكلفة ضخمة طبعا في تطوير يعني مساحة كبيرة، و بالنسبة لنا مش ضخمة، بالنسبة لكم مش ضخمة، مش ضخمة، لأن بقول لحضرتك هي لا ما ما لو عملناها نسبة ما 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 لا تقارن بشغلها الذاتي، لا يقارن بالشغل لو أسندناها كعمليات كمقاولين. إحنا بنورد خامات وبنشتغل بإيدينا، فبالتالي تعتبر تكلفة بسيطة جدا بالنسبة لأعمال التطوير اللي بتتم. طيب أي حاجة هنصرفها هتعود علينا بالنفع طبعا. عايز أعرف من حضرتك المتوقع من العائد بعد تطوير القناطر الخيرية بالشكل اللي يليق بتاريخها ويليق بأهميتها. العائد يعني العائد طبعًا على مجالات مختلفة يعني. تمام. العائد طبعا أول حاجة أهم عائد لينا بالنسبة لنا أن احنا نرجع الزوار، نرجع الناس استمتاع الشعب في حد ذاته بالمكان هو أكبر عائد، أن أنا أرجع المكان ده متنزه لمصر هو أكبر عائد، قبل الفلوس وقبل الإيراد أنا عايز الناس تستمتع بالجو والجمال اللي موجود في بلدهم، مش عايزهم يطلعوا بره ويشوفوا، لا تعالى بلدك مليانة، بلدك فيها الخير، بلدك فين البلد اللي بره اللي فيها النيل وفيها الخضرة وفيها التاريخ وفيها كل حاجة، تعالى زورنا، تعالى القناطر هتلاقي فيها اللي كنت بتدور عليه زمان موجود، اللي تطلعش بره تعالى.
برضو احنا بنحقق عائد اقتصادي، حجم الزوار بيزيد فبالتالي حجم الايرادات بيزيد، الايرادات بتزيد، بنستخدم الايرادات دي نفسها في تطوير جنان اخرى، في تحسين الخدمه للجنان اللي موجوده، الجنينه اللي او الحديقه اللي بيتم تطويرها ادينا موجوده فيها باستمرار لاعمال الصيانه واعمال التطوير، زي ما انتهينا من حديقه عفله في اعمال تطوير رجعنا تاني وطورنا مدخلها ووسعناه، وحضرتك هتشوفيه وهتصوريه، مستمرون في اعمال الصيانه. وزي ما برضو بننوه ان الصيانه دي مهمه جدا، يمكن هي بتوازي او بتضاهي يعني اعمال التطوير واهميتها، يعني الصيانه لا تقل اهميه ان لم تكن اهم من اعمال التطوير. الصيانه عشان تحافظي على اللي انت عملتيه لازم تبقى ايدك موجوده على طول في باستمرار في الحديقه، وده اللي احنا بنعمله جميع ايام الاسبوع، متصلين، ما عندناش اجازات، ما عندناش جمعه، العمال متواجدين والمهندسين متواجدين والماكينات والمعدات موجوده في كامل مسطحات الحدائق اللي تم تطويرها، بيتم صيانه لها يوميه بصفه يوميه وتجديد كمان، مش صيانه بس، لو في اي تطوير مطلوب اي اضافه بتتعمل. طب هو اعمال التطوير خدت وقت قد ايه ولسه لها قد ايه جدول الزمني الانتهاء منها؟ والله احنا يعتبر بادئين في اعمال التطوير من سنتين، انتهينا من اكتر من 50% من مساحه الحدائق المطوره، وفي القريب العاجل هننتهي من باقي اعمال التطوير. حاليا احنا بنطور حديقه البحيره، لحضراتكم صورتوا فيها بعض من المشاهد، في خلال شهر هكون جاهزه للافتتاح للجمهور، ممكن ان شاء الله على العيد الجمهور يقدر يستمتع بيها باذن الله. كويس جدا. طب بذكر حضرتك ليه الجمهور، وان اكبر عائد واهم عائد هو عوده المصريين مره ثانيه لهذه المناطق المتنزهات المفتوحه، اصلا يعني احنا يعني شفنا ازمه فيروس كورونا اللي احنا لسه عايشين فيها والعالم كله بيعاني منها، وقد ايه اهميه الاماكن المفتوحه. التطوير اللي حضراتكم عملتوه لمستوا ما مدى اقبال المواطنين على العوده مره ثانيه للقناطر الخيريه ومعرفتهم بالتطوير اللي حصل فيها؟ حضرتك ذكرت ازمه كورونا، ويمكن احنا استغلينا ازمه كورونا اللي كانت موجوده فتره الاغلاق اللي تمت العام الماضي في من 17/3 تم اغلاق الحدائق بقرار رئيس مجلس الوزراء، احنا استغلينا الفتره دي ان احنا كثفنا مجهودنا وطورنا حديقه النيل بالكامل، انتهينا منها في شهر 7 اللي فات في فتره الاغلاق كله، حديقه النيل اللي موجوده استفدت من الوقت كويس جدا. كثفنا الوقت مضاعف، كنا حتى شهر رمضان جه علينا واحنا شغالين، كنا بنشتغل بالليل عايزين ننتهي، ان برضه فتره عدم اقبال الزوار كانت بتدينا فرصه بنشتغل اكتر. طبعا احنا بعد التطوير بدات الناس، في ناس ما كانتش تعرف ان الحدائق تم تطويرها، بدات الاقبال يزيد، الاعداد يزيد، الايراد بيزيد. والايراد لما بيزيد زي ما قلت لحضرتك بيحفزنا نعمل اكتر، نعمل اكتر، نخش في الجنينه دي ننقل على بعدها، خلصنا البحيره حضرتك دلوقتي البحيره هتنتهي، بنعمل مخططات لحديقه به، وبنعمل مخططات لحديقه اسمها الدفعات، هنخش يعني جنينه ورا الثانيه هنخلصه. هي اسماء الحدائق دي جايه منين يا باشمهندس؟ يعني بعضها له اسم تاريخي، زي حديقه عفله هنا اللي احنا بصددها ديت، يعني يقال ان كان في احد العاملين وقت انشاء القناطر اسمه عفله فسميت على اسمه، وبعضها بيرجع لحاجه يعني لمنشا موجود فيها زي حديقه البحيره، لان جواها او بيتم انشاء مجرى مائي او بحيره داخلها بطول 150 متر بمسطح 1500 متر داخل حديقه البحيره. وزي ما قلت لحضرتك كل بحيره في سؤالك السابق بتتميز بلها تصميم مختلف عن كل حديقه، حديقه البحيره فيها البحيره وفيها فيها مشايات وفيها اعمال اضاءه مختلفه، فيها كل تصميمات مختلفة، كل حديقة بتختلف عن الحديقة الأخرى. برضو حابب أنوه برضو حضرتك إن الحدائق بتضاء ليلا، يعني الحدائق ديت فيها كل حديقة بنطورها بنضيف فيها أنظمة إضاءة، يمكن الحدائق القديمة ما كانش فيها إضاءة نهائيا، يعني كان بيجي المغرب أو محلول الظلام الحدائق تخفى، لا الحدائق المطورة شغالة لـ 11 بالليل لأن فيها نظام إضاءة بمجرد دخول الليل بيتم إضاءتها الذاتية. حيل والقناطر بيتم يعني أعمال النظافة فيها بشكل مستمر تمام. لو حضرتك وجهنا الكاميرا لصفحه المايه هتشوف صفحه المايه قد ايه جميله وقد ايه رايقه، طبعا في اعمال تطهير بتتم بصفه يوميه ودائمه لفرع النيل سواء كان دمياط او رشيد امام الحدائق بمعدات الاداره، برضو زي ما قلت لحضرتك عندنا حفارات عايمه على صنادل على طول بتتوجه للميه او للفروع النيل، بتقوم برفع اي اطماءات او اي نباتات ممكن تظهر في صفحه الميه بحيث تحافظ على صفحه الميه بجمالها المعتاد. احنا شايفين كمان ان في معرض زهور هنا، واحنا داخلين شفنا تمام. في حديقه عفله في معرض زهور ربيع تمام. حضرتك طبعا احنا السنه دي اقمنا معرض زهور الربيع في حديقه عفله، معرض الزهور ده من احد المميزات الاساسيه
لمحافظة الأليوية وأحد يعني الطقوس السنوية أحد الطقوس السنوية المعتاد عليها واللي بتنظمه الإدارة اللي بتحرص الوزارة على الحفاظ عليه وعلى تنظيمه. طبعا أهم ما يميزه أن الزهرة أو أنواع الزهور اللي بتسمى زهرة السيناريا، ودي بتتميز بأنها متعددة الألوان، هي زهرة واحدة ولكن لها 6 ألوان، يعني ده حاجه ربانيه، يعني ممكن تطلع بلون بامبا بنفسجي بالوان متداخله مع بعضها، حضرتك ممكن تصوري وتشوفي الكلام ده. فبيتم عمل معرض بتنظمه الاداره سنوي في هذا التوقيت متاح للجمهور، ويمكن للجمهور انها تشتري الزهور دي وتشتري كل منتجات الاداره، لان احنا عندنا طبعا مساحه من المشاتل والصوب على مساحه من اكثر من 30 فدان. مساحه المشاتل والصوب دي بتعمل على تغذيه كافة الحدائق بالنباتات والزراعات والأشجار المطلوبة لأعمال التطوير والأعمال الصيانة للحدائق المتوارثة زي ما قلت لحضرتك، بنشغل نفسنا بنفسنا وبرضه بنبيع للجمهور. ده هي لأ. وما ان الجمهور هو يعني هو الهدف الرئيسي من كل اعمال التطوير اللي بتحصل في القناطر الخيريه، فمواعيد حضراتكم في القناطر الخيريه من كام لكام وعدد ايام المتاحه في الاسبوع؟ مواعيدنا جميع ايام الاسبوع من 8 ل 11، من 8 صباحا ل 11 مساء، جميع ايام الاسبوع، جميع ايام العطلات. هي احنا بندعو كل اللي بيتابعونا ان هم ان شاء الله ييجوا يستمتعوا مره ثانيه بالقناطر الخيريه، لان القناطر الخيريه بتستعيد رونقها في الصادق، وان شاء الله تكون افضل كمان مما كانت عليه. ان شاء الله افضل، والزياره الجايه هتلاقي افضل، كل زياره هتلاقي جديد باذن الله. تشرفونا. بشكرك جدا باشمهندس اشرف درويش مدير عام قناطر الدلتا بوزاره الري. شكرا لحضرتك يا محمد. ولسه مكملين معاكم فقراتنا وموضوعنا، وموضوع فقرتنا التانية النهاردة بيعتبر موضوعات مهمة جدا وعامل أساسي في بناء البيوت المصرية كلها، وهو السعادة الزوجية. يعني كل ما بنقول وسط كل المتطلبات والضغوط اللي بنمر فيها في حياتنا النهاردة، عايزين نتكلم عن ازاي يكون في سعادة بين الأزواج، ازاي ضغوط الحياة والروتين اللي بيموت أي بيت بيكون ليها تأثير كبير جدا على حياة الأزواج. حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها وهنعرفها من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية وخبير العلاقات الأسرية. منورنا دكتور حسام، ازي حضرتك؟ صباح الفل. صباح الفل. في الاول بقى عايزين نعرف ايه سر السعادة الزوجية، وخليني كده اقول الحقيقية وتحتيها 100 خط، لانه احنا عارفين الافلام، وعارفين الافلام الرومانتك والحاجات اللي بيعملوها في الافلام واللي ممكن تسبب مشاكل كتيره قوي في بيوت مصريه يعني بين الازواج، عايزين نعرف ايه سر السعاده الزوجيه الحقيقيه. سر السعاده الزوجيه ان يكون في فعلا حب وفي موده وفي رحمه وفي تقبل للاخر والاستمتاع بالحياه واستمرارها رغم الظروف الواقعيه. المشكله ان السعاده الزوجيه حاجات كتيره اللي متصدره لنا المشكله السعاده الزوجيه اللي متصدره لنا هي صوره زائفه، ان هي بتخلص الفيلم ان هم اتجوزوا. لا، ده بدايه الفيلم. قبل الفيلم دوت كانوا هم بيحاولوا ان هم يتجوزوا، كان في ناس مسؤوله عنهم، ده الوقت اللي هم يبتدوا يبقوا مسؤولين عن نفسهم ويكونوا اسره. انا لا تعنيني ابدا ابدا القصص الرومانسيه الخياليه اللي لما بتنزل الارض الواقع بتفشل، لكن السعاده الزوجيه والقصص الحب الحقيقيه زوجين قدروا ان هم ينجحوا يستمروا لسنوات في سعاده وفرضة وتقبل الاخر رغم عيوبهم، رغم صعوبات الحياه، رغم كل طبعًا اللي بيمروا بيه. انا بالنسبه لي هي دي القصه الحقيقيه، نلاقي اثنين كبروا مع بعض ونضجوا مع بعض وربوا اولادهم في سعاده، هي دي قمه الرومانسيه. لكن القصه الرومانسيه اللي احنا بنقراها او بنتفرج عليها للاسف لما بتيجي للواقع بتنتهي في خلال شهور او ما بتستمرش. ايام ما بتستمرش. ليه؟ بسبب ان ما فيش وعي ولا فهم للمعنى الحقيقي للحياه، للمعنى الحقيقي للموده، للمحبه، للمشاركه، للاحساس بالاخر حقيقي. وتقبله بطبيعته وليس بخيالي. سبب الفشل الكبير في الزواج ان احنا بنتخيل عن الزواج توقعات فضائيه وخياليه ملهاش اصل في الواقع. ما هي دي مشكله الافلام والميديا والحاجات اللي بنتفرج عليها، ان هي ادتنا صوره إيه صوره مزيفه مش حقيقيه. ان انا بحب الصوره المزيفه وهي بتحب الصوره المزيفه للحبيب، فهو متخيلها فارس الاحلام اللي بيحقق المعجزات وبيجيب نجوم السماء، وهو متوقع منه ده كمان، يعني النجمه اللي في الفضاء اللي مش ممكن انها تنزل الواقع وغير كل الواقع، فما يجي يشوف الواقع بتاعها او هي تشوف الواقع بتاعها بتبدا يصطدموا. لا، انا بحب اكتر اللي بيحبوا الواقع بتاع بعض، بيحبوا حقيقه بعض، اللي عندهم وعي وتفاهم لفكره ان الزواج مشاركه، فكره ان الزواج صح. رحله، ان الزواج رحله احنا بنستمتع بيها وبنحبها من غير اي توقع، بنحب بعض في كل الظروف، بنحب بعض وبنشارك بعض وبندعم بعض وبنعاون بعض وبنساعد بعض
في كل الظروف، في الحلو في الوحش، وهيعدي علينا كي. كل الحاجات بالظبط. طب اللي بيبوظ الموضوع ايه بقى؟ ان احنا في فتره الخطوبه وفتره الارتباط ان احنا بنشوف الصوره الزائفه اللامعه، ما بنشوفش بقى كل واحد بيبين اجمل ما عنده وما بيبينش حقيقته، وده غلط وده بيسبب فشل كتير في الزواج. لا، المفروض ان انا اشوف الطرف الاخر واكون واضح وصريح معاه من الاول، ما ادلوش صوره زائفه عني طبعا، ولا اخد الصوره اللي في خيالي عنه، ان انا ما احبش بس الشكل ان هي طول الوقت شايفها براقه وكذا. ده مش حقيقي، ده مش هيبقى مستمر يعني، مش هتقدر طول الوقت تبقى بالشكل دوت. في وقت تاني هي محتاجه ترتاح، في وقت تاني بتتعب، في وقت كذا، وهو أكيد كذلك اكيد. هو مش طول الوقت هيبقى صبور وهادي وعارف يعني يحتوي الموقف بالزبط. لا يعني فبيحصل ان بيبقى في توقعات عاليه جدا، هي دي بتسبب صدمات عاليه جدا، بتسبب فشل. فبتيجي بتقول له ايه، بنشوف بقى انا بشوف ده في الاستشارات، لا مش هو ده اللي انا حبيته، مش هو ده اللي انا اتجوزته، مش هي دي اللي انا حبيتها، مش هي دي اللي انا اتجوزتها، اللي في دماغها ده يعني، هو ده اللي ان هو حب اللي في خياله وهي حبت اللي في خيالها. طيب امال هما ازاي ارتبطوا؟ عشان شافوا جزء منه فقال كملوا الباقي من خيالهم، والعكس هي برضو شافت جزء منه كملت باقي من خيالها. تيجي في الواقع لا انا مش عايز ده، يعني هما انا عايز قبل الفيلم، انا عايز القصه بالظبط. الحاجات الخياليه اللي حطيتها في دماغي يعني، المفروض قبل الجواز حتى فتره الخطوبه لازم هما يشوفوا بعض على حياتهم، لازم يبقى في اصطدام، لازم يبقى في خناق، لازم يبقى في مشاكل، عشان هو ده هيبقى مستمر بعد الخطوبه يعني. لازم نتكلم عن تخيلنا عن الجواز وشكل الحياه الحقيقيه هيمشي ازاي، وما ينفعش ابقى انا شايف علامات غلط او علامات مش متناسبه واتجاهل ده واقول واوعى حد يتجوز حد عشان يغيره، اوعى حد يرتبط بحد عشان حقيقي. يغيره ده مش حقيقي، ولا صح. ان هغير عيلته، ولا ان هغير حياته، ولا ان انا هاخدها من البيئه دي او هاخده من البيئه. الحقيقه ان الجواز عيلتين بيرتبطوا ببعض، فانت بتعيشي في عيلته وهو بيعيش مع عيلتك، فلو انت رفضتي عيلته او هو رفض عيلتك بقى في صدام. مفيش حاجه اسمها انا متجوزاه هو ماليش دعوه بعيلته، مفيش حاجه اسمها كده. لا لان هو ابن بيئته وهي بنت بيئتها، فاحنا فكره ان انا اتخيل ان انا هنزعه من بيئته دي تماما، الحقيقه ان ده بيسبب خلاف وبتسبب له الم. فانا لو بحب حد بجد انا ليه اوجعه او ليه اقلمه؟ انا بتقبله بكل عيوبه ومميزاته دايما. فما يجي حد يستشيرني قبل الجواز بقول له او بقول لها انت متقبله عيوبه قبل ما تقول لي لا ما فيهوش عيوب، اقول لها شكرا انت لسه كده مش عارفاه. مش عارفاه طبعا، لازم ندرسه طبعاً الاول، نعرف عيوبه ومميزاته واقبل العيوب دي، لان ما فيش بشر من غير عيوب طبعا، عشان نقدر نبقى سعداء. احب عيوب الطرف الاخر طبعاً قبل مميزاته، وابقى في الرينج اللي انا متقبله. أكيد. ممكن في عيوب انا اقبلها، انا بالظبط انا يعني احنا ما فيش حد من غير عيوب، هو بالزبط. احنا عيوبنا هتمشي مع بعض ولا لا؟ بالظبط. لو عيوبنا دي في الرينج المقبول بالنسبه لي، ممكن اللي انت شايفاه عيب بالنسبه لك ده مقبول جدا طبعاً بالنسبه لي، فانا هقدر اتعايش معاه لاني هكمل بيه. لكن انا اخدك او اخد الفلان او فلان عشان اغيره، لا انا بكسره. أوكي. لازم هو يكون عنده القابليه ان هو يعيش بالشكل ده ويقدر ان يستمتع. فمهم قوي يكون في وعي في اختيار صحيح قبل الجواز عشان نقدر نسعد ونستمتع جوه الجواز. طبعا وعي 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 دي اهم حاجه. خلينا دلوقتي في مداخله استاذن حضرتك مناسبه طبعا فقرتنا والكلام عن السعاده الزوجيه. امبارح وزاره التضامن الاجتماعي اعلنت انه في 4 مليون شاب وفتاه دخلوا سجلوا على منصه برنامج موده، اللي بيهدف وهدفه الاساسي ان هو يحافظ على الاسره المصريه من خلال بقى تعريف الشباب المقبلين على الزواج، الحاجات اللي ليهم واللي عليهم قبل الارتباط. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه يبقى في وعي بشريك الحياه. معانا ومعاكم على سكايب دلوقتي دكتور ايمن عبد العزيز، منسق مشروع موده بوزاره التضامن الاجتماعي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فرح. صباح الخير على الدكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل يا دكتور ايمن. في الاول كده احنا عايزين نعرف، طبعا احنا عايزين نشجع الشباب ان هو يبقوا عندهم وعي وعلم قبل ما يدخلوا وياخدوا خطوه كبيره زي دي، عايزين نعرف مشروع موده الهدف منه ايه، هو كمان عباره عن ايه، ويقدر يساعد الشباب دي ازاي على الخطوه الكبيره دي. مشروع موده فخامه الرئيس عبد السيسي نظره تزايد في مصر، حضرتك تلاقي غرفه صائد هذا المجلس تابع عام 38% من حالات الطلاق في السنة الأولى، 15% منهم في أول سنة. بالتالي اللي عندنا الشباب مقبلين على الزواج، كل الناس أو المستهدف قبل ما يدخل مع آخر يكون أسرة، لازم يبقى عنده المهارات الأساسية والمعارف يبني فيها الأسرة المصرية. ومن هنا جه اسم مشروع قومي وضع الاسره المصريه، خلاف ان احنا بنوعي بالجوانب النفسيه، جوانب الشرعيه والجوانب الطبيه او الجوانب الصحيه اللي هي فعلا
جميل جدا. في مشاكل، بتعمل مشاكل كثيره قوي لاننا مش كلنا بنبقى داخلين على الجواز عارفين اهميه الكشف المبكر، التحاليل قبل الزواج، النواحي الاجتماعيه، وزي ما الدكتور حسام تفضل كده، ازاي اقدر اختار شريك الحياه؟ ايه المعايير اللي انا اقدر اختار بيها شريك الحياه؟ طيب انا دلوقتي فتره الخطوبه لازم اكون معتمد انا والطرف الاخر على المصارحه والمكاشفه، على اساس ان احنا نعرف بعض بشكل كبير، يبقى عندنا معرفه للطرف الاخر، ونبعد بعد اذن حضرتك استاذه فرح وكل المشاهدين وكل شبابنا عن التجمل. بلاش ان انا اظهر ما اجمل ما لدي، لازم اعرف الطرف الاخر طبيعته، النقاط اللي هي اقدر اتعامل معاها ازاي. طبعا ممكن احنا نقف عند مع بعض عند بعض المواقف اللي انا طبيعتي ما ينفعش ان انا اتقبلها، فاحنا بنديهم زي روشتة كده ليه ازاي تختار، ازاي تتعامل مشكلات الاسريه اللي هنقابلها. ما حدش يقول ما فيش مشكلات اسريه، كميه التوقعات الزائفه اللي بتبقى قبل الزواج. صح. انا محتاج فتاه مالتي اوبشن، وانا محتاجه شاب يكون معاه اي تي ام يحقق لي كل الرغبات بتاعتي. فمثل هذه المشاكل اللي تربينا عليها في ثقافتنا بنحاول ان احنا نوصلها للشباب، بالاضافه ان احنا عندنا علماء على منصه مودة اللي حضرتك تفضلتي عليها من كافه المجالات، خبرات حياتيه، علماء نفس، علماء اجتماع، علماء دين، النواحي الطبيه، العلاقات اللي هي عندنا مشاكل فيها كمجتمع مصري، الا وهي العلاقات الحميميه كمتزوجين. ازاي اقدر اتعامل مع الطرف الاخر واحنا عندنا بعض المشاكل في التعاملات دي، وعندنا النواحي الشرعيه خاصه بالذمه الماليه الخاصه بالمراه. لان عند حضرتك دلوقتي معظم الشباب او الذكور يعني بيدور على اللي عندها مال، الموظفه عشان تساهم في الاسره معاه. طيب حضرتك مساهمه المراه في الحياه الزوجيه ده تفضل منها، الشرع بيقول لك ان الذمه الماليه الخاصه بالمراه حق اصيل ليها، مش من حق حضرتك انك انت تطلب منها انها تشارك معك. طبعا طبعا انا عاجبني انه مشروع موده واخد الجوانب كلها يعني زي ما حضرتك قلت يعني. طب خلينا كده نقول للشباب اللي حابب يسجل ازاي يقدر يدخل على المنصه، ازاي يقدر يسجل عليها. احنا عندنا صفحه على الفيسبوك باسم موده، دي للتفاعل المباشر. المنصه الشباب بيدخلوا على منصه موده، شعارنا على المنصه بالموده هنكمل حياتنا، على اساس ان انا بدخل لو انا مش فاضي او انا شاب عندي شغل او ما بقدرش عندي وقت فراغ، او انا فتاه وعندي بعض الشعور من اللي هو الجزء ان انا مش بقدر اتعامل مباشره في التدريبات، فبدخل اسجل بالايميل بتاعي والموبايل، بيبعت لي باسورد على الموبايل عشان الخصوصيه، بدخل الدوره او المنصه مجانيه، باخد شهاده في اخر التدريب، بالاضافه ان انا بيبقى عندي تنوع من العلماء. انا عاوز عندي مشكله في التواصل مع الطرف الاخر، او انا ما بعرفش كفتاه اتواصل مع الجنس الاخر، فبلاقي حد بيقول لي الكلام ده. عندي مشكله في النواحي الطبيه، انا ما اعرفش خالص، او عندي بعض الشعور ان انا ما بقدرش اسمع حصه ساينس، او ان انا اسمع حد بيتكلم على النواحي الطبيه، فبلاقي حد بيتكلمني على الجزئيه دي. مشكلة مش قادر اتعامل مع زوجي، او مش قادر انا كفتاة اتعامل مع الطرف الاخر في ان انا احل المشكلة ازاي. وخليني اقول لحضرتك ان من ضمن الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم نبحث مع بعض عن نقاط القوة، ويبقى عينينا عينين نحلة وليست عينين ذبابة، لان النحلة بتقع على اجمل شيء في الزهرة والعكس صحيح. وبالتالي مشاكلنا يا استاذة فرح ودكتور حسام يمكن يعيدني في الرأي، ان احنا دايما عينينا ناقدة للطرف الآخر. لا ده مش ده اللي أنا أعرفه، أنا كنت صحيح. أعرف شخص تاني، أنا لقيت حد مختلف. فترة الخطوبة كانت الدنيا جميلة جدا، والريش بقى وزي ما حضرتك تفضلت كده في الأفلام، وإن أنا هلاقي حد جميل والمشاعر الجياشة وإلى آخره. لا خلينا نعرف بعض بشكل واقعي، نعرف نقاطنا القوة اللي موجودة بيننا وبين بعض ونعززها. طيب إحنا مختلفين بطبعنا،
عشان انا وحضرتك متربيين في بيئات مختلفه. طبيعي. فبالتالي انا استاذه فرح عندها بعض الحاجات اللي انا ممكن شايف ان انا ما اقدرش اتعامل معاها. نقعد مع بعض فتره الخطوبه اللي انا بطلق عليها فتره دراسه الجدوى بين الطرفين. نقعد مع بعض، طب حضرتك عصبي، طب ممكن نشوف آلية العصبية، طب انا شايف انك انت يعني ايه بتقاطعيني في الكلام، ممكن حضرتك نقعد ونتكلم مع بعض، فنقعد ندرس كده مع بعض ازاي هنتعامل، لان خلي بالك حضرتك حوار، يعني شكل حوار مش نقد، يعني مش نقد ولا خناق. دي نقطه مهمه. وكمان يعني بعض النصايح كده للشباب، بلاش تقفز على النتائج، يعني والطرف الاخر بيتكلم معاك ما تقولش انا خلاص انا فهمت. حاجات من اللي يعني بتبقى قاتله طبعا. حاجات من اللي بتبقى قاتله بين الطرفين، الا وهي النقد، التقليل من الاخر، ان انا بيبقى عندي نظره فوقيه باعتبار ان انا الراجل فانا عارف كل حاجه، او باعتبار ان انا الفتاه فانا نسبه النضج عندي اعلى من الطرف الاخر. اسمع عشان افهم وليس اسمع عشان اقاطع، لان عندنا مشاكل في التواصل ان انا وحضرتك بنتخانق مع بعض. طيب. فانا بتكلم وانت بتتكلمي، انا لا انا سمعت حضرتك عايزه ايه ولا الطرف الاخر عارف. طبعا. فبعض المشاكل دي بتعمل تصدع في العلاقه، وممكن توصلنا فيما يسمى بالخرس الزواجي، بالاضافه ان الاولاد طبعا كمان. دي مشاكل تانية كتيره جدا دكتور ايمن، اعتقد يعني بندخل فيها، بس يعني حقيقي انا عايزه يعني اتكلم عن المشروع موده، فعلا قدر يوصل لشباب كتيره جدا دلوقتي. الموبايل دلوقتي السوشيال ميديا، وكلنا بنستعمل تليفونات وكلنا بنستعمل اونلاين، فحقيقي مشروع عظيم. انا بشكر حضرتك يا دكتور ايمن، يعني ان شاء الله كده يعني المشروع موده يفضل مستمر. وانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد العزيز، منسق مشروع موده بوزاره التضامن الاجتماعي. نكمل بقى كلامنا، يعني اعتقد في حاجات كتيره قوي كان دكتور ايمن برضو اتكلم فيها وانا اتكلمت فيها مع حضرتك. الخرس الزوجي، الروتين، الضغوطات الحياة والحاجات اللي طبيعي كلنا نمر بيها، لأنه مش دايما الواحد عايش حياة جميلة ومبتسم ومبتسم، زي يقدر يعني يعدي بالصعوبات دي لما يكون في بداية زواجه. يعني احنا خلينا بقى نتكلم على في السنين الأولى، عشان هي اللي بتبقى أصعب حاجة أعتقد. السنين الأولى هي اللي بتأسس شكل الجواز، السنين الأولى هي البناء اللي بيتبني عليه الجواز. لازم نفهم ان احنا قبل الجواز مهم جدا، حلو ان بقى في مشروع زي كده الناس تفهم عن الجواز وتقرا وتتعلم وتسمع عن الجواز قبل ما تتجوز. بعد كده السنه الاولى دي مهمه جدا ان احنا ما نكسرش يعني نفسيه بعض، او ناذي بعض، او نجرح بعض، او نؤلم بعض في بدايه الجواز بتجاهل مشاعر الاخر. كل طرف جاي بثقافته، جاي بحياته، جاي بشكل حياه هو اتعود عليها، فيتجاهل الاخر ويحاول يفرض اسلوبه هو بدون اهتمام بمشاعر الاخر. مهم جدا ان انا قبل ما اسمع الاخر كمان ان انا احس بالاخر، احس بمشاعر الطرف الاخر، افهم هي بتقول كده ليه. على فكره الست اوقات كتير احنا مش فاهمين الاختلافات، بعض الناس مش فاهمه الاختلافات بين عقل الراجل وعقل الست. عقل الراجل دايما بيدور على الحلول، بيدور على الاجراءات مختلف، الست هي عايزه يعني حد يحس بيها او يسمعها، يفهم مشاعرها حتى يعني يسمعها باهتمام، يعبر عن تقديره لشعورها ومشاعرها. مش لازم اللي انت شايفه مهم الحلول اللي هو يبقى هي شايفاها بنفس الاهميه يعني. والعكس صحيح طبعا. ممكن هي تبقى حاجه شايفاها مهم جدا. اوعى تقلل من الطرف الاخر، اوعى تسخر منه، اوعى تجرحه، اوعى تقلمه، اوعى يكون في نقد. في حاجات كده محظورات لازم نتجنبها لانها بتجرح الطرف الاخر. النقد الدائم، الهجوم الدائم، اللوم، الشك، السخريه، الاستهزاء من الاخر. مهم قوي نقدر بعض، مهم قوي ان احنا نحترم بعض، نحط نفسنا مكان التاني. هي دي الفكره، احط بعض الليميتس. مفيش اي مشكله، في ناس فاهمه ان الجواز خلاص احنا اتجوزنا النهارده نكسر كل الحواجز، ما خلاص هي ملهاش اي مساحه خاصه وانا ماليش اي مساحه خاصه. أوكي. فالنتيجه ان ده مش صح طبعا، لازم يبقى فيه بيرسونال سبيس، يعني يبقى فيه بيرسونال سبيس. احس مثلا هي بتحب تتجمل قدامك وتكون باحسن شكل. لما انت ما تديهاش المساحه دي هي هتبقى محرجه ومنزعجه ومتضايقه. طب انت كمان لما انت هي بتحب كمان تشوفك باحسن شكل، فلما انت تهتم بدوت اكيد هتبقى سعيده. النظافه الشخصيه، في ناس بتستهتر بدوت، كانوا بيتظاهروا في الخطوبه بمنتهى الاهتمام، بعد كده بيتجاهلوا ده. دي شكاوي كتير جدا يعني انا بشوف ده في الاستشارات مشاكل. ان منتهى البساطه كده بيتجاهل اي حاجه، اي
ابسط معاني الاهتمام، فبيحصل نفور، الطرف الثاني ما بيقدرش ان هو يتكلم. بس دي بتبقى في الاول، مش بعد ما يبقوا مع بعض شويه يبتدي بقى الاهتمام وفي نفسه يقل اهتمامه. في ناس فاهمه ان نهايه الرحله احنا اتجوزنا فخلاص انا وصلت، انا حققت الهدف بتاعي، انا وصلت، فبيتجاهل الاهتمام بالطرف الاخر او الاعتناء من اجل الطرف الاخر. في ناس كمان بتجيلي بعد شويه بقى زي ما بتقولي كده في الاستشارات، بعد شويه ان بتقول العلاقه باظت، او هو بيقول العلاقه باظت وكذا. طب انتوا كنتوا ازاي في الاول؟ انتوا كنتوا بتهتموا، كنت بتعتني، كنت بكذا كذا كذا. هي كذا. اكيد مش مره واحده، صح؟ هي بتبقى بالظبط، هي ستابس بتفضل تحصل، بعد كده خلاص بيبقى الموضوع بيحصل. ان كان في توقعات عاليه جدا، وكان في اهتمام جامد جدا، بعد كده في اهمال جامد جدا، في تجاهل. وبعدين في حاجه خطيره قوي قبل الجواز، كلنا بنركز ازاي نكسب الطرف الاخر. بعد الجواز كل واحد بيركز انا هاخد ايه من الطرف الاخر. من هنا بتقع العلاقة، ومن هنا بتقع السعادة، ومن هنا دي اعتقد هي دي انانية. يعني هو الانانية بتقتل، شوف هو عايز ايه. طبعا بتقتل السعادة، بتقتل المشاركة. لازم نفهم اول حاجة ان الزواج دوت هو عملية مشاركة. طول ما انا مهتم ان انا اسعد الاخر، طول ما انا مهتم ان انا ادي الاخر، طبيعي جدا ان انا بروي النبتة بتاعة المحبة دي طبعا. فالحقيقة انها بتظللنا. طب لما طرف يبتدي يتجاهل ده، الطرف الثاني بيستمر شويه، وبعد كده بيبتدي يشيل يتعب بقى، يعني هو يبتدي يشيل جواه، ويبتدي يحس ان الطرف الاخر مش حاسس بيه، بيبتدي يتجاهله، فبيبتدي تبوظ العلاقه، وبيبتدي بيحس مثلا من ناحيه الناحيه الماديه، الناحيه العاطفيه، كل حاجه، اي حاجه اقدر ابذل فيها وقت، لازم ندي فيها، اساعد، ما استناش ان انا اخد بس. طيب سريعا، نصيحه سريعه لكل مقبلين للزواج او اللي هم لسه في اول سنه الجواز. طيب. سريعا نصيحه كده سريعه. سريعا قبل المقبلين على الجواز، اختار صح، ادي نفسك فرصه صح. أوكي. اعرف حقيقه الطرف الثاني، عرف الثاني حقيقتك وامكانياتك ووضعك عيوبك بمشاكلك بكل حاجه، بكل حاجه بشكل لطيف وبشكل تدريجي. بعد الجواز، بدايه الجواز، رجاء خد الموضوع تدريجي، راعي ان الطرف الاخر ما كانش عايش معاك السنين اللي فاتت، وانتوا الاثنين محتاج كل واحد يتنازل عن جزء من مساحته وعن تفضيلاته عشان يكسب الطرف الاخر، وان يهتم بالجوانب اللي الطرف الاخر بيحبها وبيحس بيها، ويركز ان يسعده. فالنتيجه لما تشوف ان الطرف الاخر سعيد وانت اسعدته، هو كمان هيحب يسعدك، هيبقى وانت هتحس بالسعاده انك اسعدت الطرف الاخر. بيقول لك هابي وايف از هابي لايف. خلينا بالظبط كده. نورتنا يا دكتور حسام، ميرسي جدا، شكرا. يعني ان شاء الله يا رب جميعا. كان معانا دكتور حسام صلاح، استشاري التنميه البشريه وخبير العلاقات الاسريه. رب تكون فقرتنا وحلقتنا النهارده تكون عجبتكم كده. تكون خلصت حلقتنا النهارده، بكره يوم جديد وحلقه جديده من صباح البلد. باي باي.